اسمع الأصمعي، الأصمعي طبعا حب، أقول لك حب الحرام، لا حب الله، حب النبي، حب الطاعات، حب الجنة، حب زوجتك، حب أمك، حب أولادك، حب والديك، هذا حب يزيل الحب الحرام. أصمعي، تعرفون الأصمعي؟ شاعر ولغوي. يوم من الأيام مر على صخرة في الحجاز، في بادية الحجاز، يقول مررت على صخرة كبيرة مكتوب عليها بيت. شوف العرب عندهم البيت يردون على البيت، مكتوب على الصخرة: أيا معشر العشاق بالله خبروا، إذا حل عشق بالفتى كيف يصنعوا. واحد والهان، واحد مجنون ليلى، يسأل الواحد اللي صاب بالعشق شو يسوي؟ مثل بعض الناس حاطين حرف وحرف بينهم سهم ولا قلب الحب، جنون صح ولا لا؟ أمر على الديار دياري ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، مجنون يقبل طوف. وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار، هذا هو الجنون بعينه. يقول الأصمعي لما شاف هذا السؤال جاوب حسب شعر، قال الأصمعي: يداري هواه ثم يكتم سره، ويخشع في كل الأمور ويخضع. ينساه، يكتمه، يقتله. فرد كل يوم الأصمعي يمر، هذا يجاوب هذا يسأل. فرد عليه العاشق قال له: وكيف يداري والهوى قاتل الفتى، وفي كل يوم قلبه يتقطع. شفت حاله؟ فرد الأصمعي قال له: إذا لم يجد صبرا لكتمان أمره فليس له شيء سوى الموت ينفع. قالها غشمرة الحين الأصمعي. يقول الأصمعي: جئت في اليوم الثاني فرأيت شابا ميتا عند هذه الصخرة. ما درى الأصمعي أن الرجل بيسويها، ذبح نفسه. وكتب عند الصخرة: سمعنا أطعنا ثم متنا، فبلغوا سلامي إلى من كان للوصل يمنعوا. هنيئا لأرباب النعيم نعيمهم، وللعاشق المسكين ما يتجرعوا. ما جاءت قصة حقيقية ولا لا، لكنها ذكرت. ما تصدق، مات بعض الناس فانتحر العشاق، هجر بعض الشباب عشيقاتهم فقطعت عروقها. ليش؟ جنون أليس؟